السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه ايجنت جي بي تي، ده بيديك إمكانية إن أنت تضيف شات جي بي تي للموقع بتاعك. أنت بتضيف اي بي اي كي، يعني لما أنت بتشترك في الاوبن اي اي بيديك رقم خاص بيك اي بي اي كي، على أساسه بيحاسبك ازاي؟ إن في عدد من الناس استخدموا شات جي بي تي من خلالك، من خلال موقعك أو من خلال التطبيق بتاعك. أنت ممكن تعمل برنامج معين بيعمل حاجة معينة واحدة بس، يعني متخصص مثلا في ان هو يقدم مكالات، متخصص مثلا في ان هو يجاوب على اماكن الشوارع، متخصص مثلا في ان هو تساله سؤال معين يجاوبك عليه، مثلا تفسير احلام. كل دي تطبيقات فعلا كانت موجوده وكلها معتمده على شات جي بي تي. انا لما بساله بيروح سائل شات جي بي تي وياخد الاجابه ويرجعها لك، لكن بتكون حاجه متخصصه او انت عامل لها فلاتر معينه او انت بتوجهه مثلا ان الاجابه تكون علميه وهكذا. تحط بعض الحاجات اللي تخصص الاجابه بتاعت شات جي بي تي وتخليه يعني موافق للتطبيق بتاعك. فانت مجرد ان انت تكتب الاي بي اي كي وتبدا ان انت تبرمجه زي ما انت عايز، لكن في جزء كبير جدا من ان انت تدرب بالذكاء الصناعي و و و انت عديته. الاي بي اي كي لازم تخلي بالك منه، مش اي حد يعرفه، لان انت تتحاسب عليه. يعني كل سؤال بمبلغ، مبلغ بسيط لكن لو استخدم كتير ممكن تلاقي عليك فاتوره في الشات جي بي تي. تمام، انت ممكن تعمل سبورت ايميج او كوبي او بي دي اف، هتعمل ساين ان عشان تدخل بالحساب بتاعك وتبدا ان انت تبرمج. بعد كده تقدر تضيفه بحيث لما اي حد يدخل الموقع بتاعك يلاقي نوع من انواع السبورت الخاص بيك، فممكن اساله عن حاجات معينه خاصه بالموقع او بالمنتج بتاعك. فانت واحدة واحدة بتبدأ تعرفه على المنتجات بتاعتك بحيث ان هو يجاوب الاجابة الخاصة بك انت.